المرتبة الثانية من مراتب الدين. مرتبي دوم لمرتبة كان دين. الإيمان. إيمان. ما هو الإيمان؟ إيمان تشيا. الإيمان هو قول باللسان. دريتيا لا وتن بزمان. كأن تقول لا إله إلا الله. وكو أويدلي لا إله إلا الله. وهذا الذي تقول بلسانك لابد أن الباطن يوافق الظاهر، تعتقد بقلبك. وأمقسيك ديكيد بيست لنا خوا باورت بيبيو اعتقاد بيهبي بويك بزمان الديلين. ولا بد أن تعمل بجوارحك وتعمل بقلبك بهذا الذي تقول وهذا الذي تعتقد. وبيست بوي كاربكي بدلو بأندا مكاني لشد بويك باورت بيهي وديلين. الإيمان يزيد وينقص. إيمان زياد دكات وكم دكات. إذا لابد في تعريف الإيمان من أمور خمسة في التعريف. بيست لبياناسا كردني إيمان دا بيان تشت هبت أن يكون قول باللسان دبيت وتنبي بزمان اعتقاد بالقلب باور بدل عمل القلب والجوارح كار كردني دلو عند مكان يزيد وينقص كم دكا وزياد دكا. هذا هو الإيمان. أما بريتيا لإيمان أركان الإيمان ستة. ركن كان إيمان ششدان. إذا كان إنسان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه فهذا منافق، نفاق أكبر اعتقادي في الترك الأسفل من النار. هرشي كسي بلي من إيمان دارم بلام لناخ وباوري بينا به أو إيمان دارنيو كسي كلا منافق كانوا لا بلي خواروي جهنم دائر. وإذا كان يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه وهو قادر على الكلام وأجر بزماني بليتو بلام لدله وباوري بينا به فهذا عليه أئمة الكفر، إبليس، أبو جهل، فرعون. أميشا أويك بيشواو قوركاني كفر لسليبونا وكو إبليس وفرعون.